هل علا غانم بعد 20 سنة تمثيل راضية عن مستواها دلوقتي؟ 20 سنة تمثيل، هو مش 20، هما 9 سنين. من 97 داخلين في 10 سنين. اكتوبر اللي جاي هقفل 10 سنين. في وجهة نظر بتقول انك بتعيد كتير، فالمنتجين بتقلق من علا غانم في التصوير، ودي وجهة نظر موجودة في السوق في الميديا معروفة. لا مش موجودة. معلش محدش بيقول كده خالص. احنا يعني عملنا استطلاعات رأي طيب فاصل قصير ونعود مع وجهة نظر. دي وجهة نظر يا علا، يعني وجهة نظر غير صحيحة. طيب ما انت يعني ردي عليها. يعني طب ما انا برد عليها ان ده مش حقيقي. بس في ناس فعلا بتقول ده، يعني في ناس بتقول. انت بتقولي لي بتدخل في السيناريو. التدخل ده هيضايق السيناريست؟ ما هو التدخل ده يعني؟ ما فيش ممثل بيبقى عايز طيب يطلع. نرجع وقولي لي ده على في يعني في الحلقه. اوكي يلا يلا. بيقف وقفات غريبه شويه. اوكي اتفضل. يلا 2 1. النجمه علا غانم بتفصلي السيناريو؟ لا انا السيناريو اللي بيفصل. بتفسري تدخلك فيه ايه؟ لا هو مش تدخل. هو انا لما بقرا الورق بيبقى ليا وجهه نظر فيه، وممكن اقرا ورق تاني وما يبقاش ليا اي تعليق. انت تدخلك ده شايفاه ايجابي؟ ده اللي خلى علا غانم هي اعلى ايرادات موجوده في وسط النجمات اللي موجودين دلوقتي؟ ايرادات؟ يعني افلامك بتحقق اعلى الايرادات. ده فيلم ايه ده بالظبط؟ افلام الاخيره اللي هي زي مثلا فيلم حوش اللي وقع منك. مظبوط. انت مسافر بقالك فتره غالبا، غايب عن البلد بقالك فتره. ها مش انت تقولي ده اخر فيلم عملته؟ ايه يا عم بقول لك حوش اللي وقع منك بصوره. طب فاصل عايز افتكر حاجه عايز يقول. لا انا بجملك عشان نظبط يعني. تجملني في ايه؟ تتكلم معايا في اللي بيحصل. طب ما هو ده جزء. هو انا هضحك على الناس واقول لها فيلم حوش اللي انت؟ انا عايز الناس تنزل تتفرج على ده. فال حلو مش حاجه وحشه يعني، ده فال حلو. ما تتكلم على اللي نزلوا، تتكلم على حاجه ما نزلتش ازاي. دي فال حلو مش حاجه وحشه يعني. ماشي اوكي. بنتمنى انه ينجح ويبقى على الايرادات. عطني وش عندك يلا قول. يلا 5 4 3 2 1. النجمة علا غانم هي عدت بعد ما انا قلت. اتفضل. 2 1. طب خلاص عدي انت يا علا، عدي انت. طيب ما دام بتحبي تعدي خلاص. اوكي حبيبي يلا. اوكي اوكي 2 1. لازم حد يشوف هو بيقول 1. ما تشغلوا التكييف ده شويه. شغال شغال. بس عشان اسئلتنا قويه شويه فتحسيتي بالحرارة. يلا الدور. ان 1. النجمة علا غانم بتحلمي بإيه؟ بحلم بإيه؟ بحلم بحاجات كتير قوي. زي إيه؟ زي إيه؟ إيه الحلم اللي شاغلك يعني؟ إني أنجح، أكون كويسة، إن الناس تحبني أكتر. كده يعني. أعمل طيب. أدوار أصعب. ابقى كل يوم بتعلم امثل احسن. انت ممثله هايله علا، وده اللي وصلك للعالميه. يعني فيلمك مع جورج كولوني اللي بيتحضر ده حاجه كل مصر مستنياها والدول العربيه. يعني الاخبار اتسربت، ما تحاوليش تداري الاخبار، بتتسرب مفيش حاجه بتستخبى. ماشي ثواني يا جماعه ثواني ستوب. مفيش حاجه يا سماح وحياه ربنا. الراجل ده انا بحاول اجملك يا حبيبي. انا مش عايز اعمل دعايه. انا مش عايز اعمل الدعايه من بعد كده. قولي ان ما حصلش، قولي ان جورج عي اي حاجه. جورج عي؟ وانا مالي جورج مين؟ جورج كولوني. اوكي انا طب اختاري ممثل تاني. لا مش عايزه.
دي حاجة لطيفة مش وحشة يا سماح، دي حاجة لطيفة مش وحشة. بلاش نتكلم في موضوع، انا كنت عايز مصلحتك والله. ما رضيتش. ايوه حر. ها حر؟ لا خالص. يلا 4 3 2 1 اقول تجربتها. اه يلا طبعا. 2 1. علا احكي لنا عن تجربتك في ميشن امبوسيبل 2. ميشن امبوسيبل انت مذيع بقالك فتره؟ اه في مصر. انا بحاول انجمك، بحاول اخلي الموضوع عالمي مش محلي. عالمي. اه وانت الناس اللي هتتفرج علينا في الحلقه دي عايشين هنا في بلدنا كويس، ومش غايبين خالص، قاعدين مركزين وفاهمين ايه اللي بينزل وبتاع. فمش هاجي انا او انت ونقول ميشن امبوسيبل 2 ايه، نقول انه وقف لاي سبب. يا علا ليه مش عايزه تقولي يعني وقف لاي سبب؟ ده لمصلحتك، دي حاجه حلوه. لا انا بحاول انجمك، بحاول اخليكي سوبر ستار. لا مش عايزه ابقى سوبر ستار، انا عايزه ابقى انا علا ادي كده. شوف انا ادي ايه واتكلم عن اللي انا بعمله. خلاص هي مش عايزه يا جماعه. اوكي وي 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 بيان. اسال اللي هنا بقى خلاص. يلا 2 3 2 1. علا غانم من محامي خلع لدلوقتي حاسه بالنجاح؟ الحمد لله. راضيه عن نفسك؟ طبعا. انت شفت حاجه اسمها اماكن في القلب ولا ايه؟ شفت حاجه اسمها طبعا أمريكي. فيلم حلو جدا. ده كان مسلسل. انت كنت غايب بقالك فتره بره العالم العربي كله. هل علا غانم بعد 20 سنه تمثيل راضيه عن مستواها دلوقتي؟ 20 سنه تمثيل؟ هو مش 20، هما 9. 9 سنين. من 97. داخلين في 10 سنين. اكتوبر اللي جاي هقفل 10 سنين. في وجهة نظر بتقول انك بتعيد كتير، فالمنتجين بتقلق من علا غانم في التصوير. دي وجهة نظر موجودة في السوق، في الميديا معروفة. لا 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 مش موجودة. معلش محدش بيقول كده خالص. احنا يعني عملنا استطلاعات رأي و... طيب فاصل قصير ونعود مع وجهة نظر. دي وجهة نظر يا علا يعني. أنا وجهة نظر غير صحيحة. طيب ما انت يعني ردي عليها يعني. طب ما انا برد عليها ان ده مش حقيقي. بس في ناس فعلا بتقول ده يعني. في ناس بتقول انت بتقولي لي بتدخل في السيناريو. التدخل ده هيضايق السيناريست؟ ما هو التدخل مش ده يعني؟ ما فيش ممثل بيبقى عايز طيب يطلع. طيب نرجع وقولي لي ده على في يعني في الحلقه. اوكي يلا يلا. بيقف وقفات غريبه شويه. اوكي اتفضل. يلا 2 1. النجمه علا غانم بتفصلي السيناريو؟ لا انا السيناريو دي بتفصل. بتفسري تدخلك فيه ايه؟ لا هو مش تدخل. هو انا لما بقرا الورق بيبقى ليا وجهه نظر فيه. وممكن اقرا ورق تاني وما يبقاش ليا اي تعليق. انت تدخلك ده شايفاه ايجابي؟ ده اللي خلى علا غانم هي اعلى ايرادات موجوده في وسط النجمات اللي موجودين دلوقتي؟ ايرادات؟ يعني افلامك بتحقق اعلى الايرادات. ده فيلم ايه ده بالظبط؟ افلام الاخيره اللي هي زي مثلا فيلم حوش اللي وقع منك. مظبوط. انت مسافر بقالك فتره غالبا، غايب عن البلد بقالك فتره. ها مش انت تقولي ده اخر فيلم عملته؟ ايه يا عم بقول لك حوش اللي وقع منك بصوره. طب فاصل عايز افتكر حاجه عايز يقول. لا انا بجملك عشان نظبط يعني. تجملني في ايه؟ تتكلم معايا في اللي بيحصل. طب ما هو ده جزء. هو انا هضحك على الناس واقول لها فيلم حوش اللي انت؟ انا عايز الناس تنزل تتفرج على ده. فال حلو مش حاجه وحشه يعني. ده فال حلو. ما تتكلم على اللي نزلوا، تتكلم على حاجه ما نزلتش ازاي. دي فال حلو مش حاجه وحشه يعني. ماشي اوكي. بنتمنى انه ينجح ويبقى على الايرادات. عطني وش عندك يلا قول. بابا يلا 5 4 3 2 1. النجمة علا غانم هي عدت بعد ما انا قلت تفضل.
تو وان. طب خلاص عد انت يا علو.